السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع قوي جدا بتقدر ان انت تديله برومت وهو يحول لك البرومت ده لصورة رائعة. على سبيل المثال هاجي هنا واكتب مثلا عايز قطة بتحمل يافطة مكتوب عليها Love Egypt، وهنشوف الأداء. على فكرة في تحدي ان هو يكتب لك الكلمة زي ما هي، تمام؟ يعني مش كل المواقع بتعرف تعملها. عمله بشكل كويس جدا على فكرة، ده تحدي فعلا للبرامج ان هو يفهم ان هو يكتب هنا ايه. دي حاجة ممتازة. دي الصفحة الاولانية اللي ظهرت، تمام. طبعا موقع اسمه بلاك فورست لابس، وده اتعمل الاول على هاجنج فيس. هاجنج فيس ده موقع بنقدر نشوف عليها التطبيقات او الحاجات الاوبن سورس قبل ما تظهر، تمام. ممكن نيجي هنا ونبدأ ان احنا نشوف حاجات تانية هو عاملها. لاحظ درجة الدقة، ولما تكبر الصورة بتلاقي درجة التفاصيل موجودة بشكل جميل جدا. هنا الادفانسد، تمام، ممكن نخليها راندمايز او ان احنا نتحكم في عدد الخطوات او دقة التفاصيل اللي هتيجي. طيب بعد كده الصفحة دي اتحولت للموقع دوت، تمام، ودي صور اتعملت في قلب الموقع. متخيل التفاصيل؟ متخيل ان هنا ما كتبلوش حاجة غير بيرسون، يعني هو لما كتب له قال له ارسم لي شخص، فرسم راجل لما يشوفه اقول ده حقيقي، تمام. اهي ده مثلا قال لك انا عايز بيت كده صغير فعمل الحاجه دي. هنا قال له انا عايز اولد بيانو ان ذا ليفنج روم، تمام. طيب خلينا بقى نبدا احنا ونعمل صور ونحاول نخليها مختلفه على الحاجات اللي موجوده، تمام. ممكن تستخدمه من خلال الاي بي اي. اي بي اي يعني بتربط الموقع بتاعك بالموقع بتاعهم، بحيث ان اي حاجه تتعمل على موقعك تستغل الامكانيات بتاعتهم وتعمل الصور زي ما انت عايز. خليني اضغط هنا، تمام، نجرب ده ونجرب دوت. هنا بيقول لي ده البلاي جراوند، تقدر ان انت تجرب اي برومت انت عايزه وتشوف الاوتبوت اللي هيحصل. ده الصوره قال له بس اعمل لي كعكه كبيره، بدا يعمل له بالشكل الجميل دوت. طيب هنا برضو تعال نشوف البرومت ده. مثلا برومت بيقول لي اعمل ساين ان، طيب خلاص نعمل ساين ان مفيش مشكلة، وهنضغط نقول له ران، ودي تتحكم بقى في السايز درجة التفصيل عدد الصور. ممكن نقول له عايزين صورة واحدة او اكتر زي ما عايزين. فطلعت معايا الصورة بالشكل دوت، تايجر ايز وهكذا. فتقدر تكتب بقى اي كلمة انت عايزها، تقدر تكتب اي كلام انت عايزه، تمام. ممكن نقول له old library، ونشوف بقى يطلع لنا صور ازاي. فطلع صورة بالشكل ده. تقدر تعمل رن اكتر من مرة لحد ما توصل للي انت عايزه. قلت له ارب بيرسون، فبدأ يعمل لي الواجب بالشكل دوت. مش هتصدق كمية التفاصيل اللي موجودة، تحس فعلا انها صورة حقيقية، تمام. اهو ممكن بقى نقول له ايه ايجيبشن، خلينا نقول له ايجيبشن. نحاول نفهم هو يعني من الصور الكتيرة قدر ان هو يفهم صورة واحد مصري هيبقى عاملة ازاي. اه بص عنده مشكلة، ايجيبشن يعني مصر القديمة، دي انا كنت متوقع ان هو يهبل بالشكل ده. طيب تعالى نشوف الاي بي اي، تمام. الاي بي اي اهوت، تمام. ممكن الاي بي اي تعمله بصيغة جوسون بفورم، تربط الموقع بتاعك بيه، وهنا بتحدد الستبس الويتس الهاي البرومت جوسون، تمام. دي الطريقة اللي بكتبها بجوسون، لو جافا سكريبت، لو بايثون، لو اتش تي بي وهكذا، تمام. دي في حاجات كتيرة جدا بالاي بي اي. لو انت عايز تربط الموقع بتاعك او البرنامج اللي انت عامله، ممكن تعمل برنامج على الموبايل وتربطه بالموقع القوي دوت، تمام. ممكن تقول له ايجيبشن بيلدينج ونشوف هيفكر ازاي. يعني مش عارف نقول له ايه عشان يفهم ان في ناس مصريين عايشين لغاية دلوقتي، ان ايجيبشن موجودين لغاية دلوقتي. اه بص مش قادر يفهم
ان احنا عايشين بقرن الحالي ولسه موجودين يعني، فالله المستعان. الموقع جميل، اللي هتجربه هتستمتع بالصور يعني، في اتقان في الصورة نفسها يعني، كل ما تكبر الصورة تستمتع بيها تمام. في موقع كل ما تكبر الصورة يعني تلاقي مشاكل كتير، هنا لا ما معمول بشكل كويس.